بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل، تتواصل الجولات متاعنا في بداية الأسبوع هذا، إن شاء الله تكون البداية موفقة للجميع. نجي للاكانيا، وكيف نجي للاكانيا الحقيقة وللأمانة هو السوق هو بجنبنا، وهذه حومة محمد الجبالي نحيوه بالمناسبة. لكن كيف نجي للاكانيا، ديما عندي اون بونسي العرفي وصديقي السابق سي محمد منصف المؤذن اللي توفى بالكورونا الله يرحمه. دونك انا حبيت نجي مره اخرى بحذا شقيقته باش نترحم عليه، وباش هما لا عزاء بعد الثلاث. اما ما يسالش، راهو سي منصف كان عارفي في البدايات نتاعي وخدمت معاه، وهو مدير نتاع جريده البطل خلينا نسميوها. دونك بلغ تحياتي للعائله الكل. باهي ما يسالش، باهي زاد تسلم عليه. بها وعايشك، بارك الله فيك، عايشك وربي يرحمه سي منصف، واللي خلى النبات ما مات. عايشك عايشك، اهلا بيك على سلام. عايشك عايشك عايشك، سوقكم باهية؟ اي باهية تبارك الله معبي، اللهم صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. يا باهي كل شيء موجود، سايس روحك. نحيو وليد بن سيب صديقنا بالله وزميلنا، جبناه خرجناه من داره هكاك. احنا رد بالك المراه وراك، لا تتغشش علينا عاد. اهلا بك، نهارك طيب. مرحبا بك يا حاجه، ربي ستار. وكا هو مشيت والله ما عادش فيه بالله. يصوروا ذاك شباب هكا في الباب لهنا، وتعرف هو اللي يعارك على المرشي، قال لي لازمك تجيب هذاك قارس. يا برا برا باش نشوفوك البلايك غاديك شويه. حاج مسني نفك لك القضيه. حاجه اهلا بيك اهلا بيك. باب الاختيار لهنا، تختار واحد ب 3380 جربان، 11.80 البطاطا قال لي هاوكا. ما يسالش يا حسين، ناخذ من هنا هاو وين ثم البصل بالفين الرابطه بالربطة هايك. سيل بصل، سيل بصل مراقد كذاك ولا سيل بصل؟ هو راه يركح شوية النهارين هذوما. 11.80 البطاطا لهنا، رد بالك سيس روحك. نمشيو هكا خاطر باش نشوف الدجاج غاديك، ونكملوا هكا الخضرة غادي. الفول بدينار و400، طماطم زادة كيف كيف السنكرة. وين السلعة؟ شبيها شوية السلعة، وين السلعة؟ غالية كيفاش؟ بعد ب 1400 ما تقول. اي توصل معنا 17 هنا. اي ما عادش تخلص، ما عادش تخلص، ما عادش تخلص. يقول لك تباعت ب 1400، معناها نزيدوها 25% المارج. تولي رد بالك حسين باش نتعداو بحذا بركزان لهنا والتفاحة وما ثماش. مسالش تو نشوفوا الدجاج غادي. ها تو ندور البلايك 85. الله عينك يا شباب، اهلا بيك. المدير قداه سمو؟ الكيلو بقداه؟ 2300. والربطة؟ الربطة ب 2500 الكيلو هذا. وهذيك 3.80، وهذيك طماطم. لاحظت اللي الناس كل ما عندهمش برشا طماطم، معناها ما تسوقوش برشا. ما ثماش خدمة هنا؟ نتسوقوا مرة في الجمعة؟ يا ولا ها ريت السلعة كلها بايتة لهنا. السلام عليكم. نارك دقله وحليب، عايشك. هاو جايك رمضان تو تنحيها هاك الدبوزه هذيك. ان شاء الله نحاوها نحن على قريب ان شاء الله. ان شاء الله مبروك، وان شاء الله يجي يجيب بركته هو. برا يجبد فيك. برافو برافو يا وليد بن سيب، برافو كيك نحبك. الله عينك، اهلا بيك. قداش الخضره جاي؟ الخضرة جايدة 300 500 الخس، 1500 السفناريا، 2000 البصل، هكاك.
ربي يجريها على سلاح وكهو. وينو الدجاج؟ اي خلينا نشوفوا الدجاج. اي ريت انا نخدم راني مركز من هنا وحسين فيقني قال لي هاو الدجاج. خويا الله المستعان. يبيني سلعه رمضان عاد. كيما انت كيما زميلك هنا شباب. خلينا نسمعها منك. شبيه المرشي؟ عندنا مرشي داخل ومرشي موازي لبرا. الدولة خسرت مليارات، طيحت المرشي وبنات المرشي والناس الناس ناصبين فوضوي لبرا. يقعد ديما المرشي مش هو. اي اي تو نخرجوا تو نخرجوا برا. هذا ب 860 مليون تكلف. تسمع ماو؟ تسمع ماو 860 مليون. الله يعينك. طيب قد ايه الدجاجة؟ 6 دينارات برك. الكيلو بستة دينارات. 6 دينارات الكيلو. ايوا. خلي ياكل الشعب. خلي ياكل الشعب. ان شاء الله يا ربي يجريها على السلاح كما تقول انت. كيفاش؟ ان شاء الله يا ربي يجريها على السلاح كما تقول انت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هاي الدنيا غالية. غالية. ان شاء الله ربي يجريها. غالية تسمع ما وقت اللي التاجر يقول لك راهي الدنيا غالية تفهم الباقي كله كهو. يا حاج الله المستعان. ربي ربي يعاوننا ربي يعاوننا وربي ان شاء الله ديما يجريها على السلاح. وكاهو وكاهو. هاي صحه ليك يا مدام. عايش عايش برباش نكملوا غاديك بحدا ثما كوب حاج. الله عينك يا حاج. نمشيو للاسف با. هاي المدالينا الجيده لهنا بدينار. السلام عليكم. هاي واش هاي شنيا؟ هاي هاني جيت انا. هاي هاي هاني جيت. تفضل يا صاحبي مرحبا. فوالا هذا النافيل بدينار و600. نافيل 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 نافيل. اي هاني نشوف فيه. نافيل سي محمد علي. هاي شحال ناخذ في الغله عاد؟ عندنا الحلو بلاش قلو دينار و500. هاي مدالينا ويلكي. ويلكي هذه. بلفي. بلفي. عصير ب 800. والعصير ب 800. التفاح غالي يا خويا. غالي برشا. ريت ما. ريت ما وربي يجريها على السلاح. يعني كل ما يقولوا صابه نتفجع. يقولوا الدقله صابه ما فماش. يقولوا التفاح صابه ما كريت. دورنا دورنا. ما فهم شيء. اشنو اللي فهم؟ ما فهم شيء. ما فهم شيء. وشنو التفاح ما سمعتش لو صاب وب 200 وب 500 ها ما فماش. هو راهو للامانه انا عملناه في فوسانه شريته التفاح لوكس 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 شريته بدينار. اما خليني نقول لك حاجه في فوسانه بيدها مالي التفاح يقول لك احنا نبيعوه يجيونا يجيو اللي هذوكم اللي عندهم برشا فلوس ياخذوه من عندهم بدينار ويرجع لهم في فوسانه ب 5000. هي هذا موجود سلعتهم راهو. هي تو نعرف التفاح سي محمد عليك يغلى راهو في اخر ماء نورمالمون في هكا ولا لا؟ نورمالمون مش تو في افري تو حقنا ناكلوا التفاح. ناكلوا التفاح ونشيخوا به ونعملوا به حتى معجون. والله نعملوا كل خير يا خويا ربي. ذوق يا حاجه ذوق. هذه كميمة هذه انت يا ربي فضلك زاد عايشك عايشك يا من احيا وعاش. احنا امي حسين باش نكملوا لهنا نحيوك المره هذيك ديما نلقاها لهنا في السوق من قدامه. هو راهو من الخصوصيات نتاع السوق لهنا ثم برشا نساء. الله المستعان. الله عينك الله عينك يا عايشك. اعطيني البسباس برك الربع باه هاكا الفلفل المسكي غاديك ب 2700 والطماطم قد ايه هذيك 2500 دينار دينار و600 مليم. دونك هكا يا حسين باش نكونوا بلاي. احنا بدينا مع شقيقة سي منصف المؤذن وهذا ولده سي بهاء. اهلا بيك. هذا راهو رئيس غرفة في الصناعات التقليدية. شحوال صباح الخير سي محمد علي. خلي البافاتي. اي شرف بالك مالا. دونك هكا باش نكونوا كملنا جولة اليوم. اهلا بيك يا سيدي. عايشك. نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق. وديما نقول إن شاء الله ربي يجريها على السلاح. إلى اللقاء.